يعني الباب مالته مفتوح، هو الناس اللي هنا تجي الداري مش عليه. نعم، لان مقعد يعني ما يقدر يقوم. الحاد يعني بقينا وياه بحدود الربع ساعه وطلعنا، وهو بقى قبل ما نطلع سالنا الاحمد اللي انقتل. يعني يبقى احمد هنا يمك؟ قال لي عادي خليه يظل هنا ناخذه ويانا. قال لا ما فيش قال يعني. شو اسمه مجنى عليه؟ اللي مجنى عليه احمد عبد الرحمن، هم احمد احمدي. نعم. فبقى يمه وطلعنا احنا لحد الصبح. هاني خابرته هو لهذا الشخص، دقيت على احمد لقيته مولى. بعدين خابرت لهذا الشخص للقاتل. نعم. فقبل جاوبني قلت له اخبار احمد؟ قال انا عفته بالليل. شلون عفته؟ قال زوجتي واخوها تكاتلوا فرحت عليهم هاني، وهسه قال احمد شفته واحد يدفع بيه بعربانه الصبح يعني المريض. نعم. المهم بقينا خابرنا للمستوصف مال المجمع السكني، احد جي اخذ اسعاف ما ادري شنو. قالوا لا، رجعنا على المستوصف مال الدور هم نفس الحاله. قالوا لا احنا ما اخذنا حاله لا الصبح ولا بالليل. طلعنا ندق عليه تليفون مولا. بعدين الناس قالوا بالمستشفى مال تكريت. جيت هنا؟ لا بعدنا ما وصلنا يعني ما جينا. قالوا شبكه هناك ماكو. صحيح يعني شبكه هناك من يفوت مريض ماكو شبكه. بعدين جينا لي هنا لقينا الباب مقفول هذا الرئيسي، وهذا على نفس الحاله مالته. رجعت خابرته قلت له انت متاكد احمد اخذوه بعربانه؟ قال لي انتهى الموضوع على هاي. ظلينا حدود الثلاثة ونص العصر ننتظر يعني التليفون او شخص يدق علينا بان جي اخذ احمد هو اللي صعد بالعربانه واخذه. ماكو. بعدين وراها جثه مو جوا؟ لا مسدود الباب مقفول بس هي جوا جثه. اي ما ندري يعني هاي كانت مقفول الباب. وراها احنا طلعنا جينا لهنا قبل ما نجي خابرنا المركز مال شرطه المجمع. فقلنا لهم يا بهيك ويش؟ قالوا انت اقرب الناس هنا. قلنا لهم احنا بالليل عفنا مريض كان ما يقدر الباب مالته مسدود. قالوا مين شاكين؟ لا ما شاكين بحد يعني من جينا لهنا كل شيء مال. الحاج جينا لقينا الباب مقفول. خابرناهم قلنا نكسر الباب. قالوا اكسروه عادي لأن أقرب الناس أنتوا إله. كسرنا الباب من فتنا لقينا الغراض يعني مذبوبات بالقاع. أحمد يعني مغطاي بشرشف فالعدل يعني مثل الخفنة. طلعنا برق قلنا لهم يا بهيج ويج. فقبل عاد جيه مدير المكافحة ومدير الشرطة ومدير المركز مع المجمع.